بسم الله الرحمن الرحيم. الاثنين الفاتح من مارس 2021 الظهيرة، برنامجكم الإخباري الجواري لغاية الخامسة بحول الله، 120 دقيقة نقترح من خلالها عليكم عديد المواضيع والروبورتاجات والملفات التي سنناقشها مع ضيوفنا الكرام، ضيوف في التخصص حتى نأخذ المعلومة من مصدرها الرسمي، تحقيقا للإعلام الجواري الهادف والمسؤول دائما. موجز للاقتصاد وموجز للرياضة أيضا سيتخلل هذا البرنامج. اليوم الفاتح من مارس واليوم العالمي للحماية المدنية، الجزائر وعلى غرار العديد من الدول تحتفل بهذا اليوم العالمي الذي اختير له شعار له علاقة بالاقتصاد الوطني، كيف يحافظ أو تحافظ الحماية المدنية على الاقتصاد الوطني. سنقف عند هذه المحطة مع ضيوفنا الكرام من عديد الولايات للحديث عن ما قامت به الحماية المدنية، عن علاقتها بالمواطن، فيما يراه المواطن ولا يراه المواطن أيضا، هذه المقاربة التي أعطاها لي منذ قليل ضيفي الكريم هنا في البلاطو الملازم الأول عادل زروق الزغيمي المكلف بالإعلام بالحماية المدنية لولاية البليدة. مرحبا بكم سيدي. مساء الخير ونشكركم نيابة عن المديرية العامة للحماية المدنية لاستضافتكم لنا، وكذلك تلبية للإعلام الجواري الذي تقومون به، وكذلك باسم السيد المدير العام للحماية المدنية وكافة أعوان الحماية المدنية من ضباط صف ضباط وأعوان ومستخدمين. نحييكم ونحيي من خلالكم كافة أعوان الحماية المدنية عبر القطر الوطني الجزائري بهذا العيد، اليوم العالمي للحماية المدنية، ومن خلاله إلى كافة الشركاء الفاعلين والاقتصاديين وكذلك أعوان الحماية المدنية أينما كانوا عبر هذه المعمورة. جيد، مرحبا بكم سيدي. سيكون حاضر معنا أيضا من محطتنا الجهوية بورقلة السيد العقيد عز الدين بن قدور مدير الحماية المدنية لولاية ورقلة. سيدي مساء الخير، مرحبا بكم. حاضر معنا أيضا من محطتنا الجهوية بوهران السيد النقيب عبد القادر بلالة المكلف بالإعلام بالحماية المدنية لولاية وهران. مرحبا بكم سيدي. ولأعوان الحماية المدنية أينما كانوا، عيد سعيد ومبارك. قبل أن نبدأ النقاش مع ضيوفي الكرام، الزميلة كاميليا حموم تقودنا في هذه الورقة إلى أهم إنجازات الحماية المدنية. بعد انتشار جائحة كورونا في الجزائر سنة 2020، حولت الحماية المدنية جهودها للمساهمة في الحد من انتشار الفيروس من خلال إطلاق عملية التحسيس التي قدرت بأزيد من 1300 عملية بوهران، بالإضافة إلى عملية التطهير والتعقيم التي مست مختلف أحياء وشوارع البهية وهران. لكن هذا لم يمنع أعوان هذا الجهاز من تكثيف جهودهم للقيام بواجباتهم والتي ترتكز في الحفاظ على سلامة المواطنين من الأخطار وإنقاذهم من الحوادث. وفي مجال العمليات المختلفة، أحصت مديرية الحماية المدنية لوهران أزيد من 43 ألف تدخل إجمالي، منها إخماد حرائق الغابات التي انتشرت مؤخرا بشكل رهيب. يقظة أعوان هذا الجهاز مكنتهم من إنقاذ مساحات خضراء كبيرة. ومن جهة أخرى، سجلت الولاية عدة حوادث تتعلق بانفجار الغاز الطبيعي وانهيار بعض السكنات الهشة، حيث قامت مختلف وحدات الحماية المدنية بالتدخل وتغطية عملية الإسعاف وإنقاذ الأشخاص. فتحية إجلال وتقدير لأعوان الحماية المدنية، وكل عام وهم بألف خير. الورقة كانت للزميلة كاميليا حموم. أبدأ معكم السيد عادل زروق الزغيمي هذه المرة، اليوم العالمي للحماية المدنية يأتي في ظروف خاصة ميزت هذا العام، عام 2020. بالنسبة إليكم، ما الذي يعنيه اليوم العالمي للحماية المدنية؟ هو ليس يوم رمزي وفقط، وإنما لديه معاني عميقة. سيد عادل زروق الزغيمي، بالفعل لما نتكلم عن اليوم العالمي للحماية المدنية واللي هو شعاره هذه السنة حماية مدنية قوية لحماية والحفاظ على الاقتصاد الوطني اللي اختير له شعار هذه السنة، الفتح من مارس من كل سنة يجمع
الدول الفاعلة في مجال الدفاع المدني والحماية المدنية من خلال في عبر العالم تتكتل من أجل حماية ووقاية العالم والمواطن من الأخطار. كل بشر لديه ممتلكات نحافظ على مكاسبه. كذلك الفاتح من مارس من كل سنة يعطينا نظرة لما عملناه وحصائل قمنا بها، يعطينا كذلك نظرة لما فقدناه للأسف كذلك من ممتلكات، من أعوان، من مدخرات، كذلك من أرواح كانت بيننا. كذلك يعطينا نظرة أمل ودراسة استشرافية لما هو مستقبل بالنسبة إلينا، كي نتخذ احتياطات وواجبات أخرى لنكون حريصين أكثر وفاعلين أكثر من حماية المواطن وممتلكاته من كل خطر. هذا ما يعطيه لنا الفاتح من مارس من كل سنة، ولا يتأتى ذلك عبثا، بل هو نتاج عمل جهيد في الميدان، هو نتاج دراسات لمختصين كذلك ما بعد الحادثة أو ما بعد الكارثة، كذلك هو عمل آخر في تسيير الحوادث والكوارث والأزمات. وفي الأخير سوف نعمل من أجل أن نصل إلى تقنيات أو أعمال أو نشاطات تكون في بمعنى الكلمة تكون عند حسن ظن هذا الشخص وهذا المواطن وهذا الإنسان الذي يحتاج منا أن الحماية والوقاية والدعم من أجل الحفاظ عليه وعلى ممتلكاته. جيد. السيد العقيد عز الدين بن قدور، أذكر أنتم مدير الحماية المدنية لولاية ورقلة، في أي ظروف يأتي هذا اليوم العالمي للحماية المدنية لسنة 2021 خاصة على الصعيد المحلي عندكم في ولاية ورقلة؟ شكرك سيدي. أولا وقبل كل شيء أعبر عن امتناني وتهانية إلى جميع العاملين في قطاع الحماية المدنية، خاصة الحماية المدنية لولاية ورقلة، وكذلك إلى أفراد الحماية المدنية على المستوى العالمي بما يسمى بالدفاع المدني. أما الظروف الاستثنائية التي جاء فيها يعني الاحتفال في هذه السنة، فهي ظروف يعني كانت مرينا يعني بظروف كوفيد 19، يعني عملنا كل مجهوداتنا يعني باش نحافظوا على الاقتصاد الوطني. أولا بعملية تعقيم يعني كبيرة، يعني وصلت في ورقلة حتى لأكثر من 1600 عملية تعقيم، كذلك أكثر من 500 عملية تحسيسية على مستوى الوحدات وكذلك على مستوى التجمعات والأماكن العمومية. كذلك رافقنا يعني الشركاء خاصة الاقتصاديين ولا المستثمرين يعني في الشباك الوحيد أو في رخص البناء أو كذلك في رخص الاستغلال، ونحن دائما مجندون لمرافقتهم ومتابعتهم يعني باش هكذا بالطريقة هذه نرفع من إن شاء الله الاقتصاد الوطني ونسير التطورات العالمية التي تحصل اسمها من هنا وهناك باش يعني نحقق يعني وتبة يعني في بلادنا ونصف بها إلى مصاف الدول العالمية إن شاء الله بحول الله. سيد النقيب عبد القادر بلال المكلف الإعلام بالحماية المدنية لولاية وهران، حتى نفتح هذه المعادلة وهذه الثنائية التي تصادف هذا اليوم العالمي للحماية المدنية، ما علاقة الحماية المدنية بالحفاظ على الاقتصاد الوطني سيد بلال؟ إذن شكرك أخي وتحية لكافة المشاهدين الكرام. إذن بمناسبة اليوم العالمي للحماية المدنية والذي يتصادف بالفاتح من مارس من كل سنة، نتقدم بكل التهاني إلى كافة أعوان الحماية المدنية عبر كامل التراب الوطني، متمنيا لهم المزيد من التألق والنجاح في مسارهم المهني وكذلك مسارهم العائلي. إذن كما يعلم الجميع أن شعار هذه الاحتفالات لهذه السنة جاء شعارها تحت حماية مدنية قوية من أجل الحفاظ على الاقتصاد الوطني. هذا الشعار التي تمت المصادقة عليه من طرف المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للحماية المدنية. هذه المنظمة والتي تعتبر الجزائر والحماية المدنية الجزائرية عضو هام وفعال
في هذه المنظمة. إذن دور الحماية المدنية في الحفاظ على الاقتصاد الوطني هو جزء لا يتجزأ من الاستراتيجية المنتهجة من طرف المديرية العامة للحماية المدنية، حيث يكون هناك بداية كل سنة تصدير برنامج ثري ومتنوع من خلال برامج العمل وبرامج النشاط، سواء المتعلقة في مجال الوقاية أو في مجال التدخلات وتنظيم الإسعافات. كما يعلم الجميع أن على مستوى مديرية كل حماية مدنية توجد مصلحة الوقاية. هذه المصلحة مكلفة بكل ما هو إجراء استباقي، تتمثل أول شيء في تطبيق البرنامج المسطر من طرف المديرية العامة على أرض الميدان من خلال مرافقة أصحاب المشاريع وكذلك المستثمرين وكل المؤسسات في مختلف مشاريعهم، سواء عن طريق الإبداء بالرأي في مختلف الدراسات أو كذلك عن طريق الشباك الوحيد بطبيعة الحال بالتنسيق مع مختلف شركائنا ومختلف الهيئات. كذلك من جانب آخر هناك عمل جبار تقوم به الحماية المدنية من خلال حملات التوعية والتحسيس من مختلف الأخطار. هذه الحملات التي أتى أكلها على أرض الواقع من خلال التقليل من مختلف المخاطر وكذلك الأخطار، سواء ما تعلق الأمر بحرائق الغابات، سواء ما تعلق الأمر بحوادث الغرق، وكذلك الأمر الذي لاحظناه من خلال الجائحة التي مست بلدنا العزيز على غرار باقي دول العالم، وإن كانت الحماية المدنية من السباقين في الصفوف الأولى برفقة جيشنا الأبيض في مواجهة هذه الجائحة عن طريق التدخلات وكذلك نقل الحالات المشتبه بهم وكذلك عن طريق مختلف حملات التوعية والتحسيس. جيد سيد بلالة، سنفصل في هذه الأمور بالأرقام إن أمكن بعد قليل على الصعيد المحلي في كل ولاية. لكن قبل أن نذهب إلى الأمور المحلية سيد عادل أزروق الزغيمي، حتى نقرب الصورة مبسطة للمشاهد، ما علاقة الحماية المدنية بالاقتصاد الوطني؟ ما الذي يجمعهما سيد عادل الزروق؟ كل ما يمس المواطن يدخل في إطار الاقتصاد الوطني. جيد. أي شخص يجرى له حادث مرور، هذا الحادث مرور متعلق بمادية، متعلق بالتأمين، متعلق بالضمان الاجتماعي، متعلق باسترجاع المركبات نتاعو، متعلق بإعادة التهيئة، متعلق بعملية شراء، متعلق بكذلك قطع غيار، متعلق بتدخل في حد ذاته من أجل عدم عرقلة حركة سير اللي كذلك تدخل في إطار الاقتصاد الوطني. لما نشرح حادث مرور فقط نجد كل هذه الأمور، فما بالك لو نشرح ما هو أكثر لما نكون في منشأة مصنفة أو مؤسسة صناعية بها عمال يؤدي إلى حريق، بمعنى راح تتوقف الإنتاج، راح تتوقف كذلك العمال الرواتب نتاعهم، راح تتوقف عملية إنتاجية، بمعنى سوف نستورد أكثر. هنا علاقة الحماية المدنية في مجال التدخل، هنا ما يراه المواطن، ما يراه المواطن هو تدخل سيارة إسعاف، شاحنة إطفاء، وسائل أخرى متطورة كذلك، تعداد بشري مؤهل من أجل الحد من الكوارث ومن الخطر في مكان معين. حريق غابة مثلا، حريق صناعي، أو راح يؤدي إلى تلوث، أو راح يؤدي إلى كذلك ذهاب واندثار تنوع بيئي، تنوع بيولوجي، تنوع. وكل هذا لديه قيمة اقتصادية، لديه قيمة اقتصادية ولديه رقم بالدولار وليس بالدينار فقط، نتكلم بعقل واعي، لديه رقم بالدولار، وهذا الرقم يجب الحفاظ عليه. كيف يتم الحفاظ عليه؟ ما يراه المواطن يرى التدخل فقط، ولكن ما لا يراه المواطن أعظم من ذلك، مثل الجبل الجليدي أو الآيسبرغ، نرى منه 5% 95% نتاعو موجود من تحت. كيف يكون ذلك؟ يكون أولا بالتكوين، وهنا ننطلق في
التكوين وكذلك معيار التكوين الجزائري اللي هو أخضع التأشيرة العالمية في مجال تسيير الكوارث والتدخل فيها، وهذا لا يؤتى هكذا ولكن بتنظيم محكم. التكوين كذلك عبر كافة وحدات الحماية المدنية، نقدر نقول كل وحدات الحماية المدنية المترامية الأطراف حتى في أقصى الجنوب في أقصى الشرق وفي أقصى الغرب هي تأخذ نفس التكوين من ناحية إسعاف، إسعاف الطرقات، التدخل في المناطق الوعرة. بالنسبة للغطاسين لما يكونوا عندنا متخصصين كذلك التدخل في الحوادث والحرائق كل حسب تخصص منطقته. هذا التكوين لما نأخذه بجهة. الجانب الثاني وهو التحسيس والتوعية، لأنه المواطن يحتاج إلى تحسيس وتوعية، هناك تأهيل بشري من أجل أنه نوصل نفس الرسالة، وهنا بمعية وسائل الإعلام طبعا اللي راكم تقوموا بمجهود كبير معنا يدا بيد من أجل أن نوصلوا الإعلام الجواري للمواطن. المحور الثالث وهو محور الدراسات، اللي ما يعرفوش المواطن يعني. الدراسات لما تكون أي مؤسسة، وهنا المؤسسات سواء كانت مؤسسات ناشئة، مؤسسات استثمارية صغيرة متوسطة أو كبيرة، أو حتى المواطن البسيط. لما نقول مواطن بسيط، أي مواطن بسيط أو حب يدير بناء بالنسبة يدير مسكن ليه، أو حب يفتح مثلا دكان أو محل حلاقة، حب يفتح أربعة فصول بمعنى الكويك فود وما شابه ذلك، هذوما كلهم تخضع لمعايير ومقاييس تدرسها الحماية المدنية من أجل تجنيب صاحب هذا المحل لو حب يدير المحل تجنيبه من الخطر المستقبلي. هذه في هذا الإطار كأنها يقظة استراتيجية، يقظة استراتيجية. لما يكون عندنا دراسة ودراسة نعطوها لهذه المؤسسات يعني راح تقوم برفع تحفظات بالنسبة لها باش تحمي المؤسسات تاعها. لما تحمي المؤسسة تاعها تخضع لنظام آخر وهو نظام الرقابة، عملية رقابة بمعية هنا بمعية السادة الولاة وكذلك اللجان الولائية واللجان الوطنية واللجان البلدية للمراقبة، في إطار المراقبة والنظافة، في إطار مراقبة المؤسسات المصنفة، في إطار حماية حرق الغابات. كلها لجان تمشي كل في مهامه وكل في تخصصه من أجل حماية هذه الثروات الموجودة والمكتسبات وترفع كل التجاوزات، إما إذا كان هناك تجاوز صارم وخارق للقانون سوف تكون القوانين صارمة ضده، وإذا كان هذه الأمور تكون بسيطة فتعطى بعض التنبيهات من أجل الحيطة والحذر. جيد. سيد عز الدين بن قدر، الآن على المستوى المحلي الحماية المدنية كما كان يتحدث السيد عادل الزروق الزغيمي بذلت العديد من المجهودات ووصلت إلى مستوى أصبحت الآن معيارا وأصبحت مثال يحتذى به عالميا، لكن على المستوى المحلي مثلا لما نأخذ التكوين، هل فيه تكوين متخصص حسب المنطقة الجغرافية التي تتواجد فيها مصالح الحماية المدنية سيد عادل بن زروق؟ بالطبع سيدي، نحن في منطقة الواحات ولا وهكذا عندنا تكوينات متخصصة، خاصة نعرف باللي المنطقة نتاعنا منطقة بترولية فيها المحروقات، يعني احنا نكونوا على اساس هذا نكونوا يعني الاعوان تاعنا من اجل محاربة يعني حرائق المحروقات واتخاذ جميع الاجراءات يعني في هذا الشان. كذلك من ناحية النخيل، نحن المنطقة تعرف اللي السكان تاعها يعتمدوا على الثروة الغابية ولا على على على, على, على النخلة، وبالتالي الأعوان تاعنا نكونوهم في كذلك باش كيفاش نتعاملوا مع النخلة هذه مع النار تاع نتاع النخيل. كذلك الإجراءات المتخذة يعني في الحملات التحسية مع الفلاحين ولا مع المديريات المعنية كمديرية الفلاحة ولا مديرية مصالح الغابات ولا مع السلطات المحلية، كلها إجراءات تعمل من أجل رفع بالاقتصاد الوطني. بالإضافة إلى هذا احنا كوننا يعني مجموعة كبيرة جدا من المسعفين باش يدخلوا على مستوى يعني البيوت أو في الأماكن العامة يعني يساعدونا ويساعدونا في المهام تاعنا، يعني باش يقدموا الإسعافات الأولية ولا حتى يوجهوا الفرق تاعنا الفرق الحماية المدنية
يعني سهلوا لها المهمة تاعها في التدخل. هذا كله يسمى يرجع دائما كما نقولوا باش نقربوا كما نقولوا المواطن من إدارة الحماية المدنية، وباش المواطن كذلك انه تكون عنده ثقافة وقائية. شتو يعني في فصل الشتاء يعني كيفاش درنا حملات من اجل المواطن هذا يعني يتعامل كما نقولوا مع آلات التسخين، مع الآلات الكهربائية، مع كذلك مع الشركاء الآخرين. كذلك شاركنا وساهمنا يعني في عملية التحسيس من حوادث الطرقات. يعني هذا كله يدخل في إطار يعني كما نقول المجهودات اللي يقوموا فيها في منطقة خاصة منطقة وادريق. وكذلك شفنا كذلك ظاهرة الرمال يعني في الطرقات. نحن نحسس يعني السائقين من الظاهرة هذه يعني باش يتجنبوا وما يستعملوا السرعة، لأنها نظرة للظروف الجوية خاصة في فصل الشتاء وفي فصل الربيع الزوابع الرملية ممكن أنها تغلق جانب من الطريق، وبالتالي السائق لازم يكون ياخذ الحيطة والحذر. كذلك الجمال يعني دائما تسبب لنا في مشاكل عديدة خاصة حوادث الطرقات. يعني وكانت هناك إجراءات تخذ مع مصالح فلاحية وين يعني حبوا كما نقولوا أن الجمل يكون عنده يعني كما نقولوا الشغل يعني السلسلة اللي توضح للسائق من بعيد أنه يشوف الجمل هذا باش يتفاداه. هذه كلها يعني نعم. إجراءات وقائية رانا نشاركوا فيها ومازال نساهموا فيها ومازال نعملوا عمليات تحسيس من أجل الحد أو كما نقولوا باش نقصوا من الحوادث هذه ومن الكوارث هذه. جيد سيد عبد القادر بلالة، بالنسبة للمستثمرين سأعود إليك سيد عز الدين بن قدور إذا سمحت. يعني سيد عز الدين بن قدور سأعود إليك سيد عز الدين بن قدور، يبقى معنا حتى نبقى في محور التكوين ثم ننتقل إلى محور آخر. سيد عبد القادر بلالة، لما نتحدث عن التكوين المتخصص، هل وصلنا في الجزائر خاصة على المستوى المحلي في الحديث على هذا المصطلح، مصطلح التكوين المتخصص، مدام الآن الجزائر معرضة للزلازل، نعرف هي منطقة نشاط زلزالي والعديد من الأمور، هل وصلنا إلى أن الحماية المدنية لديها بروتوكولات للتدخل خاصة مع كل الظواهر الطبيعية سيد بلالة؟ بطبيعة الحال الحماية المدنية واكبت كل التطورات من خلال مختلف الوسائل والمعدات المقتناة مؤخرا، كذلك على مستوى التكوين البشري وهنا على مستوى المحلي وين كان هناك برنامج كذلك عديد ومتنوع من خلال تكثيف الدورات التكوينية سواء بالنسبة للأعوان هنا على مستوى ولاية وهران أو على مستوى المركزي على مستوى الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل. هناك عدة تخصصات استفادت منها مديرية الحماية المدنية لولاية وهران وبدعم من المديرية العامة، تتمثل في التخصص الأول في فرقة الإنقاذ أو التدخل والبحث في الأماكن الصعبة والوعرة. هناك ضباط مؤهلين وكذلك أعوان مؤهلين، خاصة وأن هنا على مستوى ولاية وهران تحصي الأخطار العشرة التي جاء بها القانون رقم 024 والمؤرخ في ديسمبر 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى في إطار التنمية المستدامة. كذلك هناك فرق متخصصة ومتكونة في مجال الإنقاذ تحت الردوم، ومؤخرا استفادت مديرية الحماية المدنية لولاية وهران من فرقة السينوتقنية المتمثلة في التدخل باستعمال الكلاب المدربة، وكما كانت هناك الأسبوع المنصرم أي منذ 21 إلى غاية 25 من شهر فيفري كانت هناك دورة تكوينية ضمت 7 ولايات خاصة بالتقنيات الجديدة في مجال الفرق السينوتقنية، بطبيعة الحال تحت تأطير ضباط وخبراء من المديرية العامة للحماية المدنية، بالإضافة إلى
مختلف الدورات التكوينية اليومية وكذلك التي تقدم إلى مختلف الأعوان هنا على مستوى ولاية وهران أو على مستوى كامل التراب الوطني من أجل الرفع من جاهزية عون الحماية المدنية وحتى يتمكن من أداء مهامه بكل احترافية على أكمل وجه. نعم 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 سيد بلالة. سيد بلالة إذا كنت تسمعني أستسمحك لأنه يلتحق بنا عبر الهاتف الآن النقيب أحمد العمامرة المكلف بالإعلام على مستوى الحماية المدنية لولاية سطيف. سيدي مساء الخير. ضيوفي الكرام هنا تحدثوا عن قضية التخصص الجغرافي، بماذا تتميز ولاية سطيف إذا تحدثنا عن قطاع الحماية المدنية؟ سيد العمامرة مساء الخير. سيدي مساء الخير لضيوفك الأكارم وكذلك الإخوة المشاهدين. بالنسبة لولاية سطيف، ولاية معروفة يعني في الهضاب العليا الشرقية من الجزائر، يعني هي تبعد عن العاصمة بحوالي 100 كيلومتر وعن يعني عن الشريط الساحلي بحوالي 90 كيلومتر. هي منطقة في الهضاب العليا تمتاز المناطق الشمالية منها بالجبال الوعرة، يعني ذات تضاريس الوعرة معروفة بالتساقط الكثيف للثلوج، كذلك معروفة بالغطاء النباتي الكثيف للأشجار الغابية والأشجار المثمرة، واللي هي منطقة آهلة بالسكان ويمارس فيها مواطنون يعني النشاطات الفلاحية وتربية النحل وتربية الأبقار والأغنام وغيرها. يعني الحماية المدنية تأقلمت مع هذه الظروف سيد العمامرة؟ أكيد. بالنسبة لمصالح الحماية المدنية ومن خلال انتشار وحداتها العملية اللي هي حاليا يعني بلغت 19 وحدة عملية، منها وحدة رئيسية، 14 وحدة ثانوية، والباقي مراكز متقدمة موزعة عبر 17 دائرة من أصل 20 دائرة تضمن يعني تلبية نداءات النجدة لضمان التدخلات في الحوادث اليومية وكذلك في الحوادث الكبرى على غرار الحرائق في الموسم الصيف وكذلك خاصة حريق الغابات والمحاصيل الزراعية، وفي موسم الشتاء تدخلاتنا لأجل مساعدة مواطنينا خاصة على محاور الطرقات ذات النشاط يعني المروري الكثيف، لا سيما طريق الوطني رقم 9 و75 او 71 76 و74 في المناطق الشماليه من الولايه، بالاضافه الى المنطقه الجنوبيه هي الاخرى تمتاز بجبال وذات يعني مناطق غابيه في امتداد لجبال الحضره، جبال بوطالب المعروفه بغاباتها وكذلك بالتساقط حتى بالثلوج. أما الشريط يعني اللي يراها في الوسط هو عبارة عن مساحات شاسعة للمزرعات خاصة محاصيل الحبوب والقمح والشعير وغيرها، يعني تتربع على مساحة أزيد من 300 ألف هكتار. جيد جيد. سيسمحك السيد العمامرة أنه يلتحق بنا أيضا عبر الهاتف حتى نشرك أكبر عدد ممكن من أفراد الحماية المدنية من الولايات. النقيب عبد الرحمن لقرع هو المكلف بالإعلام على مستوى الحماية المدنية بولاية قسنطينة. سيدي مساء الخير. في ولاية قسنطينة ما هو البعد الإضافي للحماية المدنية؟ ما هي مميزات العمل عام الرجل الحماية المدنية في ولاية قسنطينة سيد لقرع؟ شكرا سيدي. قسنطينة عاصمة الشرق الجزائري تتميز بأنها موقع استراتيجي هام، فهي تربط ما بين الشمال والجنوب والشرق والغرب. قسنطينة تتميز بحركية اقتصادية هامة، فهي تتوفر على عدة مناطق صناعية ومناطق تجارية هامة، بالإضافة إلى ذلك شبكة من الطرقات الهامة. قسنطينة ليست ولاية فيضية، لكن عند هطول الأمطار وما يسمى بالفيضانات الحضرية، عندما ما نقومش بالإجراءات الوقائية يصير عندنا نوع من الفيضانات الحضرية. كذلك قسنطينة تتميز بأنها ذات أقطاب عمرانية هامة على غرار المدينة الجديدة علي منجلي والمدينة الجديدة مصنصة، بالإضافة إلى القطب الحضري عين النحاس والرتبة. كل هذا يجعل من قسنطينة ولاية هامة
جديرة بالاهتمام وبرفع مصالح الحماية المدنية، تعمل جاهدة ليل ونهار للحفاظ على الممتلكات والحفاظ على أرواح الأشخاص ولدفع وتيرة التنمية الاقتصادية. نعم. فباحتفالنا في هذا العام شعارنا حماية قوية للحفاظ على الاقتصاد الوطني، فمصالح الحماية المدنية عن طريق مصالحها التقنية تعمل دائما على مواكبة ومرافقة أصحاب المشاريع منذ بدايتها إلى غاية استلامها، من أجل التطبيق ومن أجل الحرص على مراعاة التدابير الأمنية من أجل الحفاظ على هذه المكتسبات، بالإضافة إلى إجراء زيارات مراقبة دورية ومناورات تطبيقية للسهر على مدى جاهزية فرق ووسائل التدخل المتوفرة بهذه المؤسسات. جيد. فكذلك عن طريق العمليات التحسيسية والتوعوية التي تقوم بها مصالحنا لمختلف شرائح المجتمع من أجل غرس ثقافة وقائية إسعافية، كل هذا يصب في التقليل والحد من مختلف الأخطار، وبالتالي العمل على الدفع بعجلة الاقتصاد نحو التطور والازدهار. جيد، وصلت الرسالة، شكرا جزيلا لك سيد عبد الرحمن القراع. سيد عادل الزروق سعيمي، خلينا نذكر أن اليوم يصادف أول اكتشاف لأول حالة من فيروس كورونا الفاتح من مارس التي كانت بولاية البوليدة. نعود لقصة الحماية المدنية مع فيروس كورونا، خاصة أنتم في ولاية البيدة نعرفوا جيدا كانت أول بؤرة لانتشار الفيروس. قبل أن نتحدث عن تلك المجهودات، خلينا نروح معك إلى الجانب الإنساني سيد عادل الزروق الزغيمي، كيف كان تعاملكم مع أولى الحالات؟ أكيد رجل الحماية المدنية هو إنسان، ومن طبيعة الإنسان أنه يخشى كل ما هو مجهول. هذا الفيروس كان فيروس مجهول، كيف كان تعاملكم مع ظهور أولى الحالات في ولاية البليدة سيد الزغيمي؟ هي قبل ظهور الحالات في ولاية البليدة كنا متابعين للشأن الدولي، تكلموا بكل صراحة، لأنه كيف كان انتشار هذا الوباء وهذا الفيروس عبر العالم، وما كناش ننتظر فيه أنه يكون على المستوى الوطني ولا على مستوى ولاية البليدة. ولكن في نفس الوقت كان هنالك عمل حثيث بالنسبة لضباط، بعض ضباط الحماية المدنية المتخصصين اللي ما تكلمناش عليهم، هما المتخصصين في المجال التدخلات في الأخطار الكيميائية والبيولوجية، اللي هما كذلك عندهم تخصص وكان لهم دور فعال في ولاية البليدة في تكوين الضباط وأعوان الحماية المدنية وأعوان التدخل. اللي في البداية كان هنالك خوف، ما نكذبوش، ما حتى واحد ما يقدر يكذب، لأنه فيروس لا نعرف عنه شيئا، كيف ينتقل، ماذا يفعل، ما هي آثاره، هل سوف نتعرض له نحن كأعوان حماية مدنية، هل ستتعرض له عائلاتنا، لأنه نحن كذلك جزء من هذا المجتمع، كيف سنتصرف في حال وقوع حادث في مثل هذا النوع. حتى وقع قبل سنة من اليوم ما كنا نخشاه فعلا، هو وقوع أول حادثة لعائلة، ونقول الحمد لله أن هذه العائلة كان عندها حس عالي من الوعي ومن اليقظة، كان بدأوا بالتبليغ عن أنفسهم، لأنه كثير من الناس يقولوا كيف انتقلوا هذا الخوف، ولكن التبليغ كانت عنده أهمية كبيرة في أن اكتشفنا الوباء في ولاية البليدة وانطلقنا منه كبؤرة حقيقة، وبدأ ينتشر وبدينا في الانحصار به في الأشهر الثلاثة الأولى. كان تخوف كبير. تعليمات في بداية الأمر سيد الزغيمي، احنا كانت في البداية لأنه احنا لم نكن مجهزين بسيارة إسعاف للتدخل في مثل هذا النوع، ما كانش عندنا ألبسة موزعة للتدخل في الأخطار البيولوجية والكيميائية في مثل هذا النوع، لأنه شيء ما كناش ننتظروا فيه. كنا نجهزوا في فرقة صغيرة مكونة ما بين 4 إلى 6 أشخاص فقط، فإذا بنا نجهزوا 1200 عون عبر الولاية بكافة التجهيزات، وهنا نثمن كل المجهودات، سواء كانت المديرية العامة للحماية المدنية اللي زودتنا، سواء كانت الجمعيات المحلية ومن خلالها مصالح الولائية، سواء كان
هنا ننوه بالدور كذلك اللي نساهموا معاهم في الحفاظ على الاقتصاد الوطني، حافظوا معنا كذلك على حياة المواطنين وهم الصناعيين اللي قاموا بدورهم في هذا المجال وكانوا معنا يد بيد، ما بخلوش علينا. لما حبينا نجهزوا سيارة الإسعاف بالغطاء الواقي تاعها كانوا معنا في 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 عين المكان. لما بدينا في نشاطاتنا إلا أنه وجدنا في البداية تخوف من طرف المواطن في ثقافة التبليغ، هو اللي كان العائق بالنسبة لنا. كنا نخرجوا للتحسيس، كنا نخرجوا باللباس الواقي، فكان المواطن يخاف من هذاك اللباس، يخاف من سيارة الإسعاف. تذكر جيدا خاصة في الأيام الأولى في ولاية البليدة كيف كان يتم إخراج الأشخاص المشتبه فيهم ملفوف في ذلك الغطاء وأعوان الحماية المدنية، أيضا خائفين من أجل التشجيع ومن أجل المرافقة النفسية لأعوان الحماية المدنية. كيف رفعتم هذا التحدي سيد عادل زغمي؟ لأنه شيء مهم جدا، لأن حتى المواطن يفهم كيف كانت نفسية الفرد الحماية المدني وهو يواجه هذا الخطر المجهول، لأنه هو خطر مجهول. نعم. البداية كانت انطلقنا على ثلاث مراحل وثلاث محاور أساسية. نعم. ما فرطناش في محور، بدينا في محور التجهيز، أنه لازم نجهز سيارة الإسعاف وأعوان الحماية المدنية بأي شيء يمكننا التدخل من خلاله. وهنا كان دور الاستشارة مع المديرية العامة للحماية المدنية، كان عنده دور كبير في أنه يعطينا التوجيهات العامة وتوجيهات السلامة لأعوان الحماية المدنية وأعوان التدخل. الجانب الثاني وهو جانب التكوين، لأنه التكوين كان عنده دور أساسي في رفع معنويات عون الحماية المدنية. لو كان ما كانش عنده تكوين ما يقدرش يتدخل، يزيد يتخوف من الخطر. التكوين في كيفية التدخل، التكوين في كيفية طمأنة الآخر، التكوين في كيفية التكفل بالآخر والتكفل بالعائلة، لأنه هذا الشخص هذا عون الحماية المدنية كان بعيد على العائلة تاعو مدة 3 أشهر، كان كذلك بعيد عن القريب نتاعو، الزوج نتاعو، الابن نتاعو، ما يقدرش يقبل أولاده، يتواصل معهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر الهاتف فقط. حتى وصل علينا شهر رمضان من كان هنالك تعب كبير، إرهاق، وأثر كذلك معنويا في حجر كلي، أيضا حجر كلي كذلك. نعم. حتى وإذا كان الحجر، ولكن الأيام هي الزمن، هو اللي كان الوقت، هو اللي كان الضاغط الوحيد بالرغم أنه وجود كل الوسائل المتاحة. انطلقنا في التكفل النفسي بوسط أخصائيين نفسانيين للحماية المدنية. نعم. اللي هما يعرفوا الخبايا نتاع التدخل، يعرفوا خبايا عون الحماية المدنية، يعرفوا كيف يفكر، كيف بمعنى العمل تاعو كيفاش يتخلص من القلق. وهنا بدينا العمل مع الضباط وكذلك أخصائيين نفسانيين، ضباط الحراسة وضباط المداومة في كل وحدة من وحدات، كذلك رؤساء الأفواج، كذلك بمعية، ومن نقول هنا نشكر كل فعالية المجتمع المدني اللي كانوا يجوا آزرونا ولو بوردة، لأنه هذيك الوردة كانت تفتح أبواب كبيرة من أجل الأمل لعون الحماية المدنية، من أجل أنه يرفع التحدي يوما عن يوم وصباح والعشية من أجل حماية المواطن والتدخل من أجله. جيد، سنبقى في هذا المحور، لكن قبل ذلك نتابع هذا الموضوع وهو عبارة عن مناورة افتراضية لأعوان الحماية المدنية بولاية ورقلة. ولأن شعار الحماية المدنية هذا العام حماية مدنية قوية للحفاظ على الاقتصاد الوطني بمناسبة يومهم العالمي، نظمت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بورقلة مناورة افتراضية بإحدى أكبر المراكز التجارية للتسوق بالولاية، والتي تحتوي على عديد الأجنحة وتستقطب زبائن من كافة تراب الولاية. هذه المناورة تتمثل في وجود شرارة كهربائية داخل المجمع التجاري، حيث هذه المناورة أدت إلى وجود عدة ضحايا منهم حالة هلع وكذلك إغماءات، حيث تم إسعافهم من طرف أعواننا، وكذلك هناك ضحايا عالقين بالطابق الأول. تدريبات معمولة بها على مستوى يسموه فيه الترينينج ويسموه الدرايل بالإنجليزية، إذن وبالتالي يعني العالم كامل يديرها بالعمليات الصورية حتى يوجد روحه للكوارث. هذه المناورة والتي تهدف إلى إبراز دور الحماية المدنية في التدخل السريع لإنقاذ الأرواح البشرية أولا والحفاظ على الاقتصاد الوطني من الخسائر ثانيا، من خلال حماية المنتوجات والسلع المعروضة داخل المركز التجاري وضمان تسجيل أقل الأضرار المادية الممكنة. الوحدة دائما في استعداد تام
لمواجهة هذه الكوارث سواء منها الطبيعية أو الاصطناعية. احنا مؤسسة تجارية بالدرجة الأولى، ولكن رأس مالنا هو المواطن الجزائري. ماذا بنا المواطن كي يجي هنا إن شاء الله، الحاجة الأولى تكون عنده راحة البال والاطمئنان والأمن. وعلى هامش هذه المناورة استفاد عمال وزوار المركز التجاري بسيدي خويلد بورقلة من إرشادات ونصائح في حالة حدوث طوارئ لحماية الأرواح والاقتصاد الوطني معا. نعود إلى البلاطو وإلى محطتنا الجوية بورقلة. سيد عز الدين بن قدور، أذكر فقط أنتم مدير الحماية المدنية لولاية ورقلة. سيد عز الدين بن قدور، في الجزائري المواطن الجزائري بكل تشعباته وكل فئاته وكل مستوياته رفع التحدي أمام جائحة كورونا، ولو سردنا قصصا لا كان هناك العجب العجاب، لكن أنتم في الحماية المدنية في ولاية ورقلة خاصة في بداية الوباء، كيف تعاملتم مع هذا الوضع الذي كان وضعا خطيرا ليس فقط في الجزائر وإنما في كل العالم؟ سيد بن قدور، في البداية سيدي نحن قمنا بتكوين مجموعة من الأعوان، يعني كلفناهم إلا بمحارب يعني مواجهة الوباء، وقسمنا كما نقول حتى الولاية إلى كما نقول إلى خمس مناطق، يعني باش هكذا من كما نقولوا الافراد ولا كما نقولوا التعداد تاعنا ما يكونش كلهم موجه في بادئ الامر الى الوباء هذا. يعني خصصنا يعني فرق على مستوى المقاطعه تاع تبقرد حاسم سعود وورقله والطيبات وكذلك الحجيره، وبالتالي انها النقطه هذه ساعدتنا مليح. وبالإضافة إلى هذا كنا يعني استدعينا المسعفين اللي كنا في إطار الإسعاف الجواري، وخليناهم باش يبدوا معنا في العملية التحسيسية للمواطن هكذا، يعني باش يفهموا المواطن وما هي هذه الجانحة، ويفهموه ما هي الإجراءات الوقائية اللي تبعها باش نتجنبوا ولا نقصوا من يعني من كما نقولوا من الاصابات. نعم. على مستوى الولايه نتاعنا، وكانت اعطت يعني كما نقولوا نتائج ايجابيه وفعاله في الميدان، وهذا شاركنا معنا يعني خاصه من دار الشؤون الدينيه والمصالح الامنيه، ويعني اللي زادوا يعني عن طريق كما نقولوا مكبرات الصوت، وكذلك التجوال يعني عبر الاحياء والشوارع وفي القرى والمداشر، حتى رحنا الاماكن الضل البعيده، يعني ما خلينا حتى مكان يعني على مستوى الولايه، وهذا كل باش كما نقول نرفع الرايه تاعنا، وباش المواطن كامل يكون على علم، حتى اللي باش يتنقل من مكان الى مكان ياخذ الاحتياط تاعو، يعني كما نقول باستعمال كما نقولوا البافات، وباستعمال يعني المطهر. نعم. كل التدابير يعني التدابير الاحترازيه. يعني نعم، كل التدابير الاحترازيه سيد يعني بن قدور. لكن خلينا نتوجه ايضا الى السيد بلاله والى ولايه وهران. سيدي ربما عضو او فرد الحمايه المدنيه له التجربه، ومن عادته ان يواجه الاخطار بكل أصنافها، لكن هذه المرة العملية كانت صعبة في جائحة كورونا في بداية تسجيل أولى الحالات في ولاية وهران. ما هي التعليمات التي وجهت إلى أفراد الحماية المدني من أجل التعامل مع هذا الفيروس، وكيف تم رفع التحدي لكسر جدار الخوف إن صح التعبير سيد بلالة؟ إذن أريد أن أذكر إلى أمر أنه ومنذ انتشار هذه الجائحة وظهور أولى الحالات على مستوى دولة الصين وانتشار الفيروس، كانت هناك إجراءات استباقية من طرف السيد المدير العام للحماية المدنية، أين أمر بتكثيف وإقامة عديد الدورات التكوينية كما كان يذكر زميلي عادل أزغيمي، وإن كانت هناك دورات تكوينية خاصة للأعوان ومؤطرة من طرف أخصائيين وكذلك ضباط وأطباء ومهندسين في البيولوجيا، لأن خطر أو هذا الفيروس أو هذه الجائحة تدخل في إطار الأخطار المتعلقة بالحوادث أو الأخطار البيولوجية. كانت هناك إجراءات
استباقية بتكثيف دورات التكوين لفائدة الأعوان على عبر كامل التراب الوطني هنا على مستوى ولاية وهران. ومنذ ظهور الحالات الأولى كان أعوان الحماية المدنية متأهبين وكافي في أعلى درجات التأهب والوعي من أجل تقديم الدعم المعنوي وكذلك تقديم الواجب اللازم في مجال التدخلات عن طريق نقل الحالات المشتبه بهم إصابتهم بهذا الوباء بطبيعة الحال بالتنسيق مع مصالح الصحة. كان هناك كذلك تدعيم لمديرية الحماية المدنية من طرف المديرية العامة بكل المستلزمات والمعدات الفردية وحتى الجماعية من أجل البقاء في أعلى درجات الحيطة والحذر في مواجهة هذه الجائحة. وكذلك كانت هناك عدة خرجات ميدانية لنا من خلال التوعية والتحسيس. وكذلك كان هناك كما ذكرنا سالفا خلايا النفسانية، كانت نفسانيين كانوا يخرجون إلى مجال أو يخرجون إلى مجال كل مجال تدخلات الأعوان الحماية المدنية سواء بتقديم الدعم النفسي لعون الحماية المدنية أو تقديم كذلك الدعم النفسي ولضحايا هذه الجائحة. جيد، أسمحك السيد بلالة، وصلت الرسالة فيما يخص هذا المحور، محور كوفيد 19، حتى ننتقل إلى موضوع آخر. سيد عادل الزغيمي، الوقت يفرض علي أن ننتقل إلى محور آخر، لكن أيضا البعد الصحفي يفرض علينا أعود إلى نقطة مهمة جدا إذا سمحتم. في ولاية البليدة نعرف جيدا أن المواطن لديه ثقة في أفراد الحماية المدنية، لكن الوضعية كانت وضعية استعجالية. أكيد أنتم في المركز الحماية المدنية كنتم تتلقون عديد الاتصالات، إن لم تخني الذاكرة ربما كانت حوالي 1000 أو 1500 اتصال في وقت قصير. كيف أمكنكم، هل تمكنتم في الأول أن تلبوا كل النداءات سيد عادل الزغيمي؟ لا يمكن القول أنه يمكننا تلبية كل النداءات. جميل. حوالي 1500 نداء أو 2000 نداء يومياً في 24 ساعة، وعندنا 18 وحدة. لما نقول بأنه عندنا حوالي 30 سيارة إسعاف تخرج وليست كلها مجهزة من أجل كوفيد 19، في البداية كانت بتجهيز 6 سيارات إسعاف في الأيام والأسابيع الأولى، وصلنا إلى أصبحت كل وحدات الحماية المدنية تتدخل في مجال كوفيد. كذلك كانت هنالك 3 مراكز صحية اللي نقدر نوصلوا لها الإجلاء وإسعاف المرضى. كان عندنا بوفاريك، كان عندنا المفتاح والعفرون، ومن ثم التحقت بها إبراهيم تيريشين، هذه المؤسسة استشفائية. كذلك كانت عندنا صعوبة في استقبال المكالمات، في طمأنة المواطنين، في كيفية التكفل بهم، لأن بعض المواطنات كانت الاستفسار ربما أيضا فعلا، لأنه كل واحد هذه نقدر نسميها لي في دو دومينو كما يقولوا اللي يعرفوها، انه اي شخص او راح يسمع بانه هنالك وباء او راح يحس بالاعراض نتاعها يقول عندي سطر نتاعها، راهو عندي انا ممكن حمى، ممكن انا عندي حاله تقيؤ، ممكن انا عندي حاله غثيان، ممكن انا عندي حالات اخرى. نعم. يبدا يتساءل انا بدتني الحمى، هل تصاحب هذا الحمى عطاس، هل تصاحبها سعال، عندي الكحه تاعي راهي كذا. هذه الاتصالات كنا نتلقاها من اجل تهدئه وتعريف المواطن. نعم. بالحالات، وكنا اي اتصال ناخذه على جدية تامة، وما زلنا نأخذ كل الاتصالات على جدية. وحتى وصلنا مرة من المرات كان بعض أعوان الحماية المدنية لما خرجوا في سيارة الإسعاف، أعطينا لهم النداء من مركز التنسيق العملي الولائي، خرج واحد من أعوان الحماية المدنية باللباس نتاعه في ذبه، لما يوصل للحي مباشرة لقى العم نتاعه هو اللي كان مصاب بالوباء. وهنا نعرفه الطبيب لا يمكن أن يتعامل مع العائلة، المحامي لا يمكن أن يرافع عن العائلة، ولكن عون الحماية المدنية يتدخل مع أفراد عائلته، مع الأقرب منه صلة ورحما إلى الأبعد منه. وهذا اللي شكل نأخذ لك الحالة الإنسانية لهذا العون اللي كان هو قريب بعيد على العائلة نتاعو ما راحش لهم، فإذا يوجد بعمه اللي كان يزوره 3-4 مرات في الأسبوع، تذكر هو هذيك الزيارات وتذكر
الابنه نتاعو صغيره اللي عمرها سنتين وكان مازال ما شافهاش. سيناريوهات جد مؤثره سيد عادل الزغيمي. ننتقل الى موضوع اخر الان. يلتحق بنا عبر الهاتف الرائد لعرج صالح رئيس مصلحه الوقايه بمديريه الحمايه المدنيه لولايه جيجل. سيدي مساء الخير وشكرا على تلبيه الدعوه. على المستوى الجواري على المستوى المحلي، كيف تعاملت مصالح الحماية المدنية مع تحدي مهم جدا أو تحديين، هو تحدي العصرنة وتحدي الاحترافية؟ هل فعلا وصل فرد الحماية المدنية على المستوى المحلي لأن يكون احترافيين وأن يتعامل مع الأمور العصرية سيد العرج؟ شكرا، مساء الخير الأخ الكريم. على كل، الحماية المدنية راهي تعمل تحت تعليمات إطارات المركزية بالمديرية للحماية المدنية، وبالتالي نفس الإجراءات ونفس التعليمات ونفس الاحترافية في إطار التكنولوجيا المتعامل بها على المستوى كل مديريات الحماية المدنية على المستوى الوطني. على كل، الحماية المدنية في إطار الاحتفال بيومها العالمي للفاتح من مارس من كل سنة، والذي شعاره هذه السنة حماية مدنية قوية للحفاظ على الاقتصاد الوطني المصادق عليه من قبل المجلس التنفيذي المنظمة الدولية حماية المدنية، سطرت برنامج متنوع وذلك بمراعاة التطبيق الصارم للتدابير الوقائية من خطر كوفيد-19، ولن يتمثل في تقليد الرتب للضباط الذين تم ترقيتهم على الى رتب اعلى بعد نجاح سيد صالح العرج اذا سمحت، ربما هذه الامور البروتوكوليه هي مهمه، لكن حتى يكفينا الوقت، انا ابحث عن عمل فرد الحمايه المدنيه في ولايه جيجل. هل هناك مميزات خاصه بولايه جيجل؟ هل لديكم حصيله ربما مؤخرا حول اهم الحوادث التي تدخل فيها اعوان الحمايه المدنيه؟ انه اليوم في هذا اليوم هذا ما يهم المواطن سيد العرج اذا سمحتم. بارك الله فيك. على كل، احنا كل اسبوع لدينا بين 1500 حتى 1600 تدخل. العام الفارط عندنا 27000 المجموع العدد الاجمالي للتدخلات على مستوى الولايه. فيما يخص مثلا، احنا من بين الاشياء المميزه هذه السنه على مستوى الولايه تاعنا اننا قمنا في هذا اليوم بعمليه التشجير، اي حددنا مكان مسبقا مع مصالح محافظه الغابات وقمنا بعملية التشجير والقيام بعملية تحسيس بدور الشجرة في الحفاظ على الاقتصاد الوطني. شيء جيد. شكرا جزيلا لك الرائد العرج صالح رئيس مصلحة الوقاية بمدير الحماية المدنية لولاية جيجل. يلتحق بنا عبر الهاتف دائما السيد الرائد الجمعي بركات مكلف الإعلام بمدير الحماية المدنية لولاية إليزي. سيدي مساء الخير، مرحبا وشكرا على تلبية دعوة. سيد جمعي بركة، لما نتحدث عن ولاية إليزي نعرف جيدا لديها طبيعة مناخية وطبيعة جغرافية خاصة، هل لكم أن تحدثونا عن يوميات فرد الحماية المدنية في ولاية إليزي وما الذي يواجهه سيد بركة؟ مساء النور، شكرا على الاستضافة. على غرار باقي ولاية الوطن ونفس التحضيرات كما سبق زميلي الرائد صالح العرج رئيس مصلحة الوقاية بجيجل، على أنه نفس التعليمات التي تطبقها ولاية الجزائر تطبق هنا في ولاية إليزي، وبالتالي نفس الأجهزة ونفس التحضيرات ونفس التكوين الذي يخص به اللون في إليزي يوجد في باقي ولاية الوطن. خصوصيات هذه الولاية، يعني ما تعرفه الولاية عادة من خاصة عمليات البحث عن التائهين، أيضا مرافقة عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، إضافة إلى نعرف بالمنطقة الصناعية وبترولية بامتياز، أيضا نقوم بعمليات التدخل في هناك أثناء الحوادث الصناعية إلى غير ذلك من التدخلات الخاصة بهذه الولاية. جيد. سيد العرج صالح، اليوم التحديات الجديدة لعون الحماية المدنية بالنسبة إليكم، ما هي أهم التحديات في هذا العصر سيد العرج؟ ربما انقطعت المكالمة مع السيد العرج صالح أو الجمعي بركات مكلف الإعلام بمدير الحماية المدنية ولاية إليزي. شكرا جزيلا لكم سيدي. السيد عادل الزغيمي، يبقى لدينا الكثير من الوقت لنتحدث عن التحديات اليوم، تحديات الحماية المدنية أكيد
يحتذى بها تجربة الحماية المدنية في عديد الدول. اليوم فيما يخص الرقمنة، العصرنة، الاحترافية، إلى أين هي متجهة الحماية المدنية عندنا في الجزائر سيد زغيني؟ انطلقت المديرية العامة للحماية المدنية في عمل دؤوب منذ سنوات في عصرنة القطاع من خلال عملية التكوير ومن خلال المعيارية، البحث عن المعيارية العالمية الدولية وليس الوطنية فقط، لأنه لما تكون عندنا معيارية دولية هذا اللي أشيد به في المحافل الدولية وليست محافل فقط، ولكن في التدخلاتنا سواء كان في حرائق الغابات على مستوى بعض الدول وخاصة البحر المتوسط، كذلك بالنسبة للزلازل والفيضانات اللي كانت عبر دول الجوار وين كانت تدخلات الفرق نتاعنا متواجدة، كذلك المرافقة ومرافقة الحجيج اللي كانت في البقاع المقدسة والحوادث التي وقعت وكيف كان كذلك تدخل أعوان الحماية المدنية وكفرق واحدة وكأنه راه يعمل بنفس النظام اللي راه يمشي فيه هنا، لذلك نفس التكوين متواجد ولكن يتطور التكوين، بمعنى هنا رانا في عصر التكوين، عندنا معيارية في ضباط حماية في ضباط الحماية المدنية واللي عندنا فيهم ثقة بما أنهم حتى وصلوا إلى درجات الدكتوراه وكذلك الدراسات المتخصصة، كذلك في اقتناء الوسائل البيداغوجية ووسائل التدخل اللازمة بحسب كل منطقة. لما كنا نتكلموا واحد عندنا التائهين، جهة عندها مثلا كما جيجل عندها الفلين وعندها المنطقة الغابية اللي هي ثروة غابية يجب أن نحميها، هي ومنطقة ميلا اللي كل سنة تشهد حرائق غابات كبيرة مما تكبد بمعنى الميزانية الدولة خسائر كبيرة. نشوف مؤسسات أيضا رقمنة مركز التنسيق العملياتي سيد. لا، مركز التنسيق العملياتي حقا أنه رقمنة مركز التنسيق العملياتي هي أولوية من الأولويات، لأنه وصلنا في مركز التنسيق العملياتي لعمل الرقمنة من حيث رقمنة قطاع التدخل، رقمنة الاتصالات الموجهة للمواطن، كذلك بعث نحن نحو بعث رسائل نصية إلى المواطن، نحن نحو بعث المواطن يبعث لنا رسالة نصية، لأنه ليس كل مواطن نقدر نقول ذوي الاحتياجات الخاصة، لما يكون هو شخص ممكن لا يرى ممكن يبعث برسالة صوتية إلى أي مركز من مركز التنسيق العملي مستقبلا من أجل تلقي النداء نتاعه، لما يكون هو سواء كان ما نقول معاق حركيا أو ذهنيا كيف يتمكن من التواصل إلينا، لما يكون في منطقة خطر ولا يجد كيف يستعمل، هنالك بعض التطبيقات اللي راجية مستقبليا تحت إشراف المديرية العامة للحماية المدنية، وكذلك مرافقة الجانب الاقتصادي والاقتصاديين سواء كانت مؤسسات الدولة أو حتى مؤسسات والشركات الخواص عبر القطر الوطني، من أولا تحيين مخططات التدخل الداخلي نتاعهم، تكوين أعوان الأمن وخلايا الأمن من أجل فاعلية أكثر، كذلك إنجاز مناورات وتطبيقية وتعليمية بالنسبة لأعوان الحماية المدنية لمجابهة هذه الأخطار الموجودة للحد منها والتقليل منها في حالة وقوعها. جيد، لدينا بعض التصريحات المواطنين من ولاية ورقلة حول أفراد الحماية المدنية، نتابعها ثم نعود. بمناسبة اليوم العالمي للحماية المدنية الفاتح مارس، أتقدم بأسمى عبارات التهنئة لكل من الضباط وضباط الصف وأعوان ومستخدمي قطاع الحماية المدنية. شعارنا حماية مدنية قوية للحفاظ على الاقتصاد الوطني. إن شاء الله بمناسبة عيد الحماية المدنية الموافق لواحد مارس من كل سنة، نهنئ كافة منتسبي الحماية المدنية من ضباط صف وأعوان، ونتمنى لهم التوفيق والنجاح في مهامهم اليومية كما نرجو من المولى عز وجل أن ينفع عنا هذا البلاء. بمناسبة اليوم العالمي للحماية المدنية، أتقدم باسمي وباسم مديرية الحماية المدنية لولاية ورقلة وكذا الوحدة الرئيسية للحماية المدنية ورقلة بأسمى عبارات التهنئة لكل مستخدمي القطاع وكذا الضباط وصف ضباط وأعوان الحماية المدنية، رجينا من المولى عز وجل دوام الصحة لهم ومزيد من العطاء والازدهار. شعارنا لهذه السنة حماية مدنية قوية للحفاظ على الاقتصاد الوطني. بمناسبة اليوم العالمي للحماية المدنية والذي يصادف الفاتح من مارس من كل سنة،
وتحت شعار حماية مدنية قوية للحفاظ على الاقتصاد الوطني، أتقدم بأحر التهاني لكل العمال والزملاء بمختلف الرتب وعبر كامل التراب الوطني، راجين من المولى عز وجل أن يوفقهم في هذا العمل النبيل، وأتمنى من الله أن يحفظ بلادنا من هذا الوباء. بمناسبة العيد العالمي للحماية المدنية، نشكر أعوان الحماية المدنية ونقول لهم بارك الله فيكم على المجهودات تاعكم، ونشكركم من كل جهدنا، وإحنا المواطنين رانا معكم، وواصلوا وبارك الله فيكم وشكرا. ننتقل إلى محطة الجاوية لورقلة العقيدة عز الدين بن قدور. هل هناك جهود لأفراد الحماية المدنية من أجل تلبية نداءات استغاثات المواطنين فيما يخص تقليص وقت التدخل؟ وما الذي يمكن أن نقوله لبعض المواطنين الذين ربما يقولون إن وقت تدخل الحماية المدنية يجب أن يقلص أكثر مما هو عليه الآن؟ سيد العقيد، بالنسبة للحماية المدنية على مستوى ولاية ورقلة متواجدة في يعني في كل مكان وفي جميع المناطق، كاين رضا من طرف يعني المواطنين. بلدية ورقلة فهي مغطاة من 4 وحدات للحماية المدنية، منها وحدة رئيسية وثلاث مراكز، ونحن نسعى باش يعني نقلص كما نقولوا التوقيت في التدخلات، وهذا بإنشاء مراكز أخرى خاصة المناطق التي مازالت مش مغطاة خاصة في الطرقات. وبالتالي احنا سوف نكون دائم بجانب المواطن باش يعني نساهم يعني في انقاذ الارواح وكذلك انقاذ الممتلكات. جيد. سيد بلال، رسالتكم الى المواطنين من في ولايه وهران ومنهم الى كل المواطنين من اجل ان يكون شريكا فعالا من اجل مردوديه اكثر للحمايه المدنيه، لانه حتى تدخل افراد الحمايه المدنيه يرتبط ببعض سلوكيات المواطنين. سيد بلال، اجل بطبيعه الحال خاصه في مجال التدخلات في حوادث المرور، وين في بعض الحالات وين مصالح الحمايه المدنيه ولا سياره الاسعاف تجد صعوبه كبيره في وصول الى مكان الحادث بفعل تهور بعض المواطنين ولا مسؤوليه بعض المواطنين، من خلال اولا السير على الشريط الاستعجالي. الشريط الاستعجالي هو وضع من اجل مرور مختلف النجدات، سواء ما تعلق الامر بسياره الاسعاف الخاصه بمصالح الحمايه المدنيه او سيارات الاسعاف الاخرى او سيارات الاولويه الاخرى. كذلك امر اخر وين عند حادث مرور هناك تجمع لعدد كبير من الفضوليين، كذلك هذا الأمر اللي في بعض الحالات واللي يصعب من تدخل أعوان الحماية المدنية، إلا أن أعوان الحماية المدنية سواء على المستوى المحلي أو على كافة القطر الوطني واعون كل الوعي بثقل المسؤولية الموكلة إليهم من خلال ضمان حماية للأرواح ولكذلك الممتلكات والحفاظ على البيئة التي يعيش فيها المواطن الكريم. الحماية المدنية هي تلك العين الساهرة التي تسهر ليل نهار من أجل تقديم خدمة مواطنية نوعية وتقديم الحماية واللازمة للمواطن الكريم حتى نضمن تفادي كل الأخطار التي تحدق بنا من خلال الكوارث سواء كانت الطبيعية أو الصناعية. جيد. سيد عادل زروق زغيمي، قضية مهمة جدا وأصبح التحدي الآن مفروض علينا هو التواجد عبر مواقع التواصل الاجتماعي. الحماية المدنية متواجدة من خلال العديد الصفحات، وربما من أجل التحسيس والتوعية ودرءاً أيضا للأخبار الكاذبة التي أصبحت كثير متداولة. سيد عادل زغيمي، هنالك كثير من الصور والأخبار اللي تتداول وبعض الأحيان تكرر عبر كثير
كثير من مواقع التواصل الاجتماعي، ولحسن الحظ أنه منذ سنة 2015 انتهجت المديرية العامة للحماية المدنية سياسة الولوج إلى وسائل التواصل الاجتماعي من أجل أن تكون شريكا للوقاية أولا والتوعية والتحسيس، وكذلك من أجل إعطاء المعلومة الموثوقة سواء كان للمواطن أو حتى للإعلام، معنا حتى ولا الإعلام شريك معنا في هذه الصفحات ويدخل في المجموعات الخاصة بالصحفيين ويتلقى المعلومة بأسرع وقت ويأخذ الصورة الحقيقية والواقعية لما يحدث فعلا، وهذا من الجانب الثورة المعلوماتية، لأنه ما دام العالم أصبح قرية صغيرة فيجب أن نكون الأوائل لنعطي المعلومة وتكون دقيقة وموضوعية، لأنه خاصة الدقة والموضوعية للمواطن سواء كان من أجل طمأنته، وخاصة نفعنا كثير وجودنا في وسائل التواصل الاجتماعي خلال فترة الوباء من أجل نقل المعلومة الوقائية، من نقل الفيديو المباشر للتدخلات، من أجل نقل حملات التوعية، من أجل أنه شاف المواطن الحملات التعقيم المتواجدة اللي كانت قرب الأحياء انتحهم. هذا العمل ككل عبر وسائل التواصل الاجتماعي أتى بثماره. نضيف إليه أضيف ما قال إلى ما قاله زملائي وجوب التكوين لفائدة المواطن مش غير العون الحماية المدنية في ثقافة الحركات المنقذة، لأنه في بعض الأخطار المواطن لما يشوف تجاوز الدقيقتين ثلاثة، دقيقة واثنين وثلاثة تجوز عليه وكأنه ساعة في مكان الحادث. لذلك الأولوية أنه تكون عندنا ثقافة تبليغ سليمة، وأنه لما نتصل ب 14 بالرقم 14 او 10 21 عبر الخط ثابت او النقال نستعمله لما هو مؤهل له للتبليغ عن حادث، تبليغ عن خطر متواجد، والاستماع الى ارشادات مخبر مركز التنسيق العملي لو راح يعطيك المعلومه. ثانيا عدم التدخل في مكان الحادث او مكان الخطر دون درايه او معلومه. يمكن ان تحمي مكان الخطر بعدم الولوج اليه، وهذا يكفي في اطار وصول النجاه اليك. شكرا جزيلا لكم سيد الملازم العام الاول عادل الزروق الزغيمين مكلف الاعلام الحمايه المدنيه على مستوى ولايه البيضاء، شكرا على الحضور وعلى الافاضه ايضا. شكرا موصول ايضا للعقيد عز الدين بن قدور مدير الحمايه المدنيه لولايه ورقلة، شكرا جزيلا لكم سيدي. وشكرا موصول ايضا للنقيب عبد القادر بلالا المكلف الاعلام بالحمايه المدنيه لولايه وهران، وشكرا موصول ايضا لزملائنا بالمحطتين الجهويتين لورقلة ووهران على نقل هذا البث. حان الان موعد صلاه العصر حسب التوقيت المحلي لمدينه الجزائر وما جاورها من مدن. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله، تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. متواصلون معكم مشاهدينا ضمن فقرة برنامج الظاهرة، بعد الفاصل يلقاكم زميلي شماكلي في موجز الاقتصاد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذا الموعد الاقتصادي. يعتبر مصنع إنتاج الصفائح الشمسية بشلغم العيد بولاية ميلا من أهم المصانع التي تمول السوق الوطنية بصفائح الطاقة الشمسية بأيادي وإطارات جزائرية. الروبورتاج لملك درحمون. بطاقة إنتاج تقدر بثلاثة آلاف قطعة في الشهر، يعتبر مصنع إنتاج اللوحات الشمسية بشلغم العيد أول مصنع في الجزائر يقتحم هذا المجال. احنا باذن الله الان احنا انطلقنا في المشروع، كما شفتوا كلهم شباب، كلهم متحمسين، كلهم من ابناء المنطقه، باش بينا باللي الجزائريين قادرين ينجحوا هنا في بلادهم وقادرين ينجحوا مع على الرغم من 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 التحديات اللي موجوده. المصنع تاعنا نركزوا فيه بوكو بليس الليتست تكنولوجيز على لا سيلول، على المواد الاوليه، وثاني حاجه وهي اهم حاجه هي لا كاليتي تاع البرودوي تاعنا. المصنع يزخر بطاقة شابة تعمل على توفير هذا المنتوج بكميات معتبرة، خاصة وأننا نتجه إلى استعمال الطاقات المتجددة. صافي بليزير يكون عندنا مصنع كي من هذا في حي كي من هذا، قادر ما سمعتوش به من قبل. تقريبا نخدم الكفاءات اللي هنا تاع شلغم العيد كامل. Now we make all the trainings and we see here the workers are. عند قدومنا إلى الجزائر وجدنا طاقات شابة محبة للتعلم،
وهي تعتبر مستقبل الجزائر خاصة في مجال الطاقات المتجددة. المصنع بدأ في الإنتاج أواخر سنة 2019 وهو يعمل على تغطية السوق الوطنية بهذا المنتوج المهم، ولما لا تصديره في السنوات القادمة. قام مركب الحديد والصلب توسيالي لبطي وبوهران بتصدير 27 ألف طن من حديد البناء إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث شملت العملية شحن 18 ألف طن من ميناء مستغانم و9 ألاف طن من ميناء وهران. وقد تم مع بداية سنة 2021 تصدير 7 ألاف طن من حديد البناء نحو بريطانيا و7 ألاف طن من الأسلاك الحديدية إلى موريتانيا، وبرمج ذات المركب خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية تصدير نحو 100 ألف طن من مختلف المنتجات الحديدية إلى كل من السنغال والبنين وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا. سيطلق القرض الشعبي الجزائري في غضون أسبوع أو 15 يوما القادم على أقصى تقدير التطبيق الإلكتروني الصيرفة النقالة موبيل بانكينج، الذي سيسمح للزبائن بالقيام بالعمليات البنكية انطلاقا من هاتفهم المحمول، وهذا لتحقيق مزيد من الفعالية والسرعة في تسيير نشاطاتهم وأعمالهم، ليضاف إلى الخدمات الأخرى كالدفع الإلكتروني ومنصة الصيرفة الإلكترونية إي بانكينج. وهو التطبيق الذي سيوفر جملة من المزايا المرتبطة بالحركية، لا سيما وأنه يسمح للزبائن بإجراء عمليات مالية بطريقة بسيطة ومرنة. وفي السياق ذاته، افتتح أمس القرض الشعبي والجزائري بقسنطينة شباكا خاصا بالصيرفة الإسلامية. التفاصيل في تقرير عائشة ببريقة. فتح الشباك 35 وطنيا للصيرفة الإسلامية بالقرض الشعبي الجزائري بقسنطينة تعزيزا للجهود الرامية إلى تكريس مبدأ الجوارية كشريك مالي موثوق وضمانا لجودة الخدمات ووضع الزبون في مركز استراتيجيته. طور البنك استراتيجية تتماشى مع معايير التحديث والرقمنة من خلال نشر خدمات حديثة ومبتكرة تتيح للزبائن تسيير مردودي لنشاطاتهم بشكل افضل. كل ما في قسنطينه انا نشوف هذا الاسلامي اللي رانا درناه هنايا، هذا باش نقرب المواطن، نقرب المواطن من الصرافه الاسلاميه. عندنا عروض تمويلات، كما توفر الوكاله لزبائنها من المؤسسات الصغيره والمتوسطه وكذلك الناشئه فضاء تجاريا مخصصا. هذا الفضاءات جات اليوم به بور ديناميزي، يعني بتعطي ديناميكيه جديده للعمليه التمويل والمرافقه تاع المؤسسه الصغيره والمتوسطه والمؤسسه الناشئه في اطار استراتيجيه كبيره للبنك اللي تعنى اليوم بتمويل ودعم المؤسسات اللي راهي هنايا خاصه المنتجه. احنا جينا البنك سي بي ا من اجل القرض هذا ساهل نشاطي، وين هذا لو كريدي راح يعاوننا بزاف في لاشا تاع لا ماتيير بروميير. هو إذن التزام يجمع بين جودة الخدمة وعروض بنكية متنوعة تستجيب لتوقعات السوق خدمة للاقتصاد الوطني. برمجت 5 دورات تكوينية حول مهن التصدير للسنة الجارية من قبل معهد التكوين للمؤسسات حسب مسؤولي غرفة التجارة والصناعة الواحات بورقلة. وتهدف هذه الدورات التكوينية التي برمجت حسب احتياجات المنطقة والجنوب عموما إلى تشجيع بروز مصدرين جدد بالمنطقة ومرافقة المكونين في هذا المجال على استحداث مؤسسات التصدير وإعانتهم بكافة التسهيلات اللازمة. عرفت أسعار النفط ارتفاعا هذا الصباح تماشيا مع الأصول العالية المخاطر بفضل إقرار المشروع قانون التحفيز الأمريكي في مجلس النواب، الذي أقر بقيمة 1.9 تريليون دولار. الحزمة المالية ستنتقل لمجلس الشيوخ لإجراء المزيد من المناقشات، وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك بلس، وقد تناقش مسألة السماح بعودة ما يصل إلى 1.5 مليون برميل يوميا للسوق.
وتماشيا مع هذه التطورات في سوق النفط العالمية، ارتفعت أسعار خام برنت اليوم بأكثر من دولار عقب إقرار مجلس النواب الأمريكي حزمة تحفيز ضخمة، إلا أن تباطؤ نمو أنشطة المصانع في الصين حد من المكاسب، وزادت العقود الآجلة لخام برنت ب 1.9% إلى 65 دولارا فاصل 66 سنتا للبرميل. وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسط الأمريكي إلى مستوى 62 دولارا فاصل 68 سنتا للبرميل. ارتفعت العقود والآجلة لأسعار الذهب بقرابة 1% خلال الجلسة الأسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ 15 جوان 2020، ليصل إلى 1746 دولارا فاصل 10 سنتات بارتفاع قدر ب 0.76%، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي ب 0.9%. ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة بقرابة 1% خلال جلسة اليوم وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي، لتتداول عند 26 دولارا فاصل 24 سنتا للأوقية مقارنة مع الافتتاحية عند 26 دولارا فاصل 70 سنتا للأوقية. وفي الختام إطلالة على أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري. بهذا الخبر نصل إلى ختام هذا الموعد الاقتصادي، ألقاكم غدا بحول الله. شكرا للزميل هشام أكلي. تدرج عديد مراكز التكوين المهني عبر الوطن تخصصات جديدة تماشيا مع متطلبات السوق الاقتصادية ومتطلبات أيضا البعد الجواري. مركز التكوين المهني ببرج منايل بولاية بومرداس أدرج تخصصات جديدة على غرار المراقبة النوعية والجودة وكذا تحويل الحليب واستخلاص العطور الزيتية. نتابع هذا الموضوع. إقبال كبير للمتربصين بمركز التكوين المهني والتمهين ببرج منايل في تخصصات متعددة، منها تحويل الحليب ومشتقاته ومراقبة الجودة والنوعية. درت هذا التخصص بس حبيته وعجبني، وكي جيت لهنا لقيت داروا يديروا بزاف، علمونا بزاف أمور، تعلمت هنا بزاف أمور أنا حابة في المستقبل كي نخرج من النار دي شهادة تقني سامي في مراقبة جودة ونوعية الأغذية ندير مشروع لروحي نفيد به روحي ونفيد به بلادي. احنا رانا في التخصص تاع تحويل الحليب اللي تقدر تخرج به الألبان، تقدر تخرج به الزبدة، كومونبرت، الياغورت، تقدر تخدم به بزاف صوالح هكذا. بون حنا دوكا رانا في السداسي الاول ومع نهايه التكوين ان شاء الله مده عامين راح تقدر تخدم نتايا عند وزينات كيما تقدر تخرج شركه تاعك نتايا وحدك. انه هذا التخصص غني بمعارض، دونك يدو منه ان باجاج تيوريك كبير ويحتاجوهم لي تكنيسيان سوبيريور في لي اندستري اليمونتير. دونك نيمبورت كيل اندستري اليمونتير تحتاج على الاقل واحد او اثنين من لي تكنيسيان دو كونترول دو كاليتي. عندنا اربع تخصصات اللي راهم تخصصات مستمره، مراقبه النوعيه وهي تتوج بشهاده تقني سامي في المراقبه النوعيه، وهذا بطبيعه الحال الشهادات تعطى من طرف المعهد الكرمه،
وتخصص ثاني وهو تحويل الحليب ومشتقاته. وفي المستقبل إن شاء الله هي في الدخول الجديد عززناها بتخصصين اثنين وهما صناعة الأجبان وصناعة أغذية الأنعام. استخلاص الزيوت الأساسية من النباتات العطرية والأعشاب الطبية تخصص جديد بالمركز يتحصل المتربص فيه على شهادة التأهيل بعد 3 أشهر من التكوين. حابين نديروا تجارب النباتات الطبية اللي تصلح في المنطقة، ومنها نستخلصوا منها الزيوت سواء كانت زيوت نباتية أو زيوت عطرية أساسية. كاين حديقة هنا فيها متوفرة فيها النباتات الطبية ما شاء الله. كاين نباتات عايشين معنا في الدار وما نعرفوش القيمة تاعهم وما نعرفوش كيفاش نستعملوهم. نعطيك مثلا مثال كيما الإكليل الجبل، هذا يعني نلقاوه وين نروحو نلقاوه هذا الإكليل، بصح ما نعرفوش يعني الفوائد القيمة ديالو. كي دخلت في هذا لافورماسيون قرينا على النبتة هذه، نقدروا شفت بلي نقدروا نزرعوها مام في بيوتنا، نقدروا كيفاش حنا نستعملوها كيما هي كيما نباتات واحد اخرين كيما الخزامه اللي الفوائد تاعها عظيمه. نستعملوا النباتات الطبيه احسن من المواد الكيميائيه اللي نشروها باثمان باهظه. سطرنا برنامج باش يكونوا اختصاصات على مستوى بعض المؤسسات، واردنا باش يكون القطب يعني هذا الاختصاص يكون على مستوى منطقة ليزيسار وكذلك برج ملاين. عندنا على مستوى برج ملاين مركز تكوين مهني برج ملاين اللي هو مختص في الفلاحة والصناعات الغذائية. مؤسسة أخرى اللي هي المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني على مستوى ليزيسار اللي هو مختص كذلك في الفلاحة والتحويلات الغذائية، كذلك اللي راهو في تقريبا بدينا في 20% وإن شاء الله في نهاية السنة هذه راح ينطلق يعني في التكوين الفعلي نتاعو من خلال تخصصات جديدة تمشي في هذا الاتجاه. ولعل يعني أهم الاختصاصات كذلك هي التحويلات الغذائية، من تحويلات فيما يخص بالنسبة للماريشار، كذلك بالنسبة للزيوت، كذلك بالنسبة للحليب إلى آخره. قطاع التكوين المهني له دور استراتيجي في تكوين اليد العاملة المؤهلة لدعم سوق العمل وفضاء لبعث مشاريع اقتصادية لفائدة الشباب أصحاب المشاريع. الزميلة فتيحة أبو عراب جمع هذا اللقاء المسجل مع أحد المتربصين الذي ينقل لنا تجربته في المركز. تعليم والتكوين المهنيين بدائرة برج منايل مع متربصين في عدة تخصصات لها علاقة مباشرة مع المواد الغذائية. يحضر معي في هذه اللحظة أحد المتربصين تخصص مراقبة الجودة والنوعية للمواد الغذائية الصناعية. أهلا وسهلا بك ومرحبا بك معنا في أخبار الظاهرة. مرحبا بكم عندنا، راكو هنا في سنتر فورماسيون برج منايل ولاية بومرداس. رانا هنايا في سونتر فورماسيون تاع برج منايل شاهد محمد بوزيدي، تخصص مراقبة نوعية المواد الغذائية العامة. حنا نديرو لي زانال تاع شاك ان اليمون يخرج قبل ما يخرج من لوزين يديروا له لي زاناليز. كاين دي زاناليز فيزيكو شيمي وميكروبيولوجي. هذا معك. يعني انت اخترت هذا التخصص، ربما حبينا نعرفه ويعرف حتى المشاهد الكريم سبب اختيارك لهذا التخصص بالذات. نعم، انا خيرت هذا التخصص، درت شويه لا ريشيرش عليه، لقيت بلي نحب الشيمي، نحب مانيبيلاسيون، نحب لابو، خيرته جيت لهنا شفت لي سبيسياليتي اللي كاينين، لقيت هذه لا سبيسياليتي عجبتني خيرتها. ان شاء الله كي نكملوا منا التخصص ربما حتى تمنح لك شهادة تقني سامي تحتاج إلى 30 شهرا من الدروس النظرية والتطبيقية. أنت كمتربص في هذا التخصص كيف تتلقون هذه الدروس والنظرية أو التطبيقية؟ هنا يلا ديري تاع ستاج هذا 30 شهر. عندنا صباح
نديرو براتي نديرو تيوريك نكتبو نشوفو نشوفو واش ملا باكتيري ولا واش ملا ليمون حبينا نديرو له لي زاناليز نشوفو لي باكتيري اللي حوسو في هذاك لا ليمون سوا لا فيوند ولا لولي ولا اي حاجه ماكله اي حاجه ماده غذائيه نشوفو البروتوكول ولا لي زيتاب اللي نعتمدوا عليهم ولا لي ميليو كولتور اللي نستعملوهم باش نوصلوا للنتيجه تاعنا ولا باش نعرفوا اسكولا ليمون تاعنا اللي مليح باش يتكونسوما او بيان نو. بعد العشيه لابريميدي عندنا نجو لهنا اللابو نديروا البراتيك تاعنا عندنا كلش عندنا الماتريال عندنا دي بروف الله يبارك ما شاء الله ميسيو حاكم مشكور ان شاء الله عندنا ماتريال الله يبارك. يعني أثناء انقضاء فترة الدروس سواء النظرية أو التطبيقية وحصولكم على الشهادة الآن يبقى ربما سوق العمل أنتم مع من ربما أن تكونوا شركاء أو موظفين دائمين في المخابر؟ عندنا دوكا رانا في الأس الأخر أس 4 عندنا أس 5 نروحوا إن شاء الله البراتيك دخل كشلوزين ولا رانا معاها كي نروحوا للوزين كي نديروا البراتيك ثم بالك ان شاء الله تصح لنا خدمه ثم كش ما عندهم مونك فيكتيف ثم يقبلونا وبيان نديروا مشروع مصغر ولا نديروا قرض بنكي مع لونجام ولا اسمها اخرى كناك ولا نديروا شركه مصغره وربي يوفقنا ان شاء الله. إن شاء الله شكرا لك جزيل الشكر. كان معنا أحد طلبة المتربصين تخصص الجودة والنوعية ومراقبة الأغذية الصناعية وهذا المركز فقط للإعلام أنه يحتوي على عدة تخصصات منها خاصة استخلاص الزيوت العطرية من الأعشاب والأعشاب الطبية كذلك هذا تخصص رائد جدا خاصة في هذا الوقت ونحن بحاجة إلى كل ما هو مادة طبيعية خالية من المواد الكيميائية. إذن كنا معكم في حصة الظهيرة. أشكر زملائي الذين رافقوني لإنجاز هذا المباشر وشكرا لكم زملائي بالأستوديو المركزي. نلتقي في أعداد أخرى وعلى المباشر. وكذلك شكرا لك زميلتي فتيحة بوعرب للباحثين عن آخر أخبار الرياضة موجز لأهم أخبار الرياضة وطنيا ودوليا بعد الفاصل. ويفصل فيها اليوم زميلي عبد العزيز بن سالم. عبد العزيز مرحبا. مرحبا مساء الخير لك زميلي سيد أحمد. مشاهدينا أهلا ومرحبا بكم والبداية بالتمثيل الجزائري في المنافسات القارية حيث خسر أمس شباب البلوزداد في ثاني مبارياته في دوري أبطال إفريقيا أمام ماميلودي سان داونز بخماسية لواحد هزيمة لم تكن متوقعة لممثلي الكرة الجزائرية. قراءة في نتائج ممثلي الكرة الجزائرية في دوري الأبطال شباب الوزداد ومولودية الجزائر في هذا التقرير لطارق بوفليح. دوري المجموعات من رابطة أبطال إفريقيا هي مرحلة الكبار أو هكذا تسمى، ومن يستهدف التألق القاري عليه أن يكون كبيرا فيها. خرجة ممثلي الجزائر بدت موفقة في بدايتها حينما تمكن المولودية من خطف نقطة أمام الزمالك في القاهرة. ذات النقطة تمكن الشباب من العودة بها من لومباشي أمام تيبي مازومبي، غير أن الجولة الثانية كشفت عن مستوى آخر، سقوط حر لحامل لقب البطولة الجزائرية بخمسة أهداف لواحد في مباراة استقبل فيها سانداوز الجنوب افريقي بالأراضي التنزانية. أداء باهت، أخطاء بدائية، عدم تركيز وغياب النسق التنافسي، وحتى الإرادة اهتزت، ما كلف أبناء العقيبة خسارة التعافي منها سيكون أصعب، بما أن العوامل لم تقتصر فقط على الجانب الفني لفريق أكد طاقمه الفني قبل المواجهة أنه في كامل الجاهزية. ذات الأمر انطبق على الممثل الثاني مولودية الجزائر الذي خيب هو الآخر أمام الترجي التونسي وظهر بمستوى أقل ما يقال عنه أنه بعيد عن التنافس لبلوغ أدوار متقدمة، وأن الفرق الكبيرة قاريا ليس بالقول بل بالفعل،
أو بالأحرى هي مشاريع تبنى مع توالي الأعوام وثقافة الظاهر أنها غائبة عن فكر مسيري الفرق الجزائرية. ولعل التساؤل الذي طرح من المتابعين هو طلب الفريقين تأجيل مبارياتهم المحلية ولفترة طويلة، تداعياتها ظهرت جليا فوق أرضية الميدان حينما افتقد اللاعبون للمعالم وبدا عليهم الضعف البدني ما كلفهم تضييع نقاط هامة. فهل سنشهد استفاقة فيما تبقى من جولات تجعل من التعثر الماضي مجرد كب وتجواد؟ والبداية بمباراة الشباب والهلال على ملعب 5 جويلية الجمعة القادم، والمولودية في تنقلها إلى الدكار لمواجهة تاغنت السبت المقبل. ونبقى مع المنافسة القارية دائما، حيث قال رئيس مجلس إدارة فريق وفاق سطيف عبد الحكيم السرار للتلفزيون الجزائري أن فريقه ما يزال في رحلة البحث عن بلد يحتضن مباراة نسور الهضاب أمام نادي أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، وأن الخيارات باتت محدودة جدا. المالي رفضت يعني للبلد الثالث اللي كنا يعني تاكلين عليه بنسبة مئوية كبيرة. المشكلة مشكلة واعية يعني مشكل كبير كبير جدا. بقات تنزانيا، إذا كيف سنسأل شباب الوزداد كيف كانت المعاملة؟ ربما قبلوا المرة هذه الشباب الوزداد، ربما ما يقبلوناش لنا احنا. احنا في مشكلة، راح نتصل بمسيرين الوداد البيضاوي لأنهم استقبلوا سان داوز، استقبلوهم في بوركينا فاسو، راح نتصلوا بهم نشوفوا الإجراءات اللي قاموا بها. لكن مع الأسف الشديد نحن ليست لدينا صلة مع الاتحاد الإفريقي، هناك هياكل تنظيمية. نحن نتبع الاتحاد الجزائري لكرة القدم والرابطة الوطنية، وبالتالي نحن نكون مأمورين، يعني الاتحاد الجزائري يقوم بالإجراءات. نحن فريق نمثل الجزائر لا نمثل سطيف، يعني لو كانت مباراة تاع الدوري الإنسان يتحمل من مسؤوليته كيف ينظم الرحلة. أما الآن نحن نخضع، لا نتكلم على أموال ولا التكلفة وأشياء، نحن نتكلم على الإمكانيات التسريح كيف نلعب هذه المباراة. لم نجد يعني كفريق يعني صراحة اتصلنا، كتبنا، راسلنا لحد ساعة، السودان رفضت، مصر رفضت، المالي رفضت، اليوم باقي بوركينا فاسو راح نزيدوا نتصلوا بهم، ولكن هذا قرار كبير علينا. وذكرت تقارير إعلامية أن فريق وفاق سطيف يوجد في مفاوضات متقدمة مع السلطات الغانية من أجل الحصول على موافقة هذا البلد، وكذلك موافقة الكاف من أجل احتضان مباراة وفاق سطيف وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي لحساب الجولة الأولى من منافسة كأس الكاف. فبالتوفيق للأندية الجزائرية في المنافسة القارية. في الكرة المحلية، اتخذ أمس القرار المكتب الفيدرالي للاتحاد الجزائري لكرة القدم عدة قرارات خلال اجتماعه بالأمس، حيث فصل في العديد من القضايا كما ذكرت القضايا الكروية العالقة. يقول كريم آيت عثمان. خلال المكتب الفيدرالي الأخير تم الكشف عن تواريخ تهم الأندية وتحدد معالم الفترة القادمة، ففترة الميركاتو ستبدأ يوم 22 مارس وتنتهي يوم 11 أفريل 2021 عند منتصف الليل. خلال ذات الاجتماع تم الكشف عن صيغة كأس الرابطة التي استحدثتها الاتحادية الجزائرية لكرة القدم لتعويض منافسة كأس الجمهورية نظرا لعدم انطلاق المنافسة في الأقسام السفلى. صيغة تضمنت إجراء دور تمهيدي أعفي منه كل الأندية المشاركة في المنافسة الإفريقية، وهي شبيبة القبائل، مولودية الجزائر، وفاق سطيف، وشباب بل وزداد. كأس الرابطة ستنطلق مباشرة بعد نهاية مرحلة الذهاب وفترة التحويلات الشتوية، وعلى ضوء الصيغة التي اختارها أعضاء المكتب الفيدرالي فإن الفريقين اللذين يصلان إلى النهائي سيخوضان 5 مباريات كاملة. اجتماع المكتب الفيدرالي أعلن أيضا رسميا عن انطلاق منافسة ما بين الجهات في 19 و 29 من شهر مارس القادم، في حين أن نهاية البطولة حددت في 19 جوان 2021 مع صعود 6 نوادي إلى القسم الثاني. هوت يضع المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما آخر اللمسات قبل شد الرحال إلى المغرب للمشاركة في كأس أمم إفريقيا المقررة
بداية من 13 مارس المقبل، والتفاصيل مع وليد غريبية. العد التنازلي بدأ لانطلاق نهائيات كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة، ومعه بدأت مرحلة الجد لتحضيرات المنتخب الوطني تحسبا للمشاركة في الحدث القاري، أين أوقعته القرعة في المجموعة الثانية مع منتخبات نيجيريا، تنزانيا والكونغو برازافيل. أشبال الناخب الوطني محمد لاسات الذين تأهلوا إلى كان المغرب بعد تصدرهم دورة شمال إفريقيا بالجزائر شهر جانفي الماضي بفوز صعب على ليبيا وتعادل أمام تونس، يواصلون تربصهم بالمركز التقني للمنتخبات الوطنية بسيدي موسى، حيث تدعمت التشكيلة ب13 لاعبا ينشطون في البطولات الأجنبية. اللافت في الأمر أن أشبال الخضر سيتنقلون إلى المغرب دون أي مباراة تحضيرية بعد إلغاء المباراتين الوديتين اللتين كانتا مقررتين أمام الكوديفوار في 4 و7 مارس الجاري بسبب إلغاء الرحلات الجوية نحو الجزائر. مباراتان كانتا ستمثلان فرصة لرفقاء حمزة بوعلام للاحتكاك بأحد أقوى المنتخبات في القارة السمراء، ما يدفع المسؤولين للسباق مع الزمن للبحث عن بديل، من المنتظر أن تكون الكراكي الأوغندية أو البلاك ستارز الغانية أو كلاهما قبل خوض غمار المنافسة أمام الكونغو أولا ثم تنزانيا فأخيرا العملاق النيجيري. أقل من أسبوعين هو الفاصل الزمني عن انطلاق الكان الذي يشارك فيه الخضر لثاني مرة بعد طبعة 2009 داخل الديار عندما خسر أشبال عثمان إبرير أنذاك النهائي أمام غامبيا. فما مدى جاهزية الكتيبة الوطنية للحدث القاري، وهل ستجري على الأقل مباراة تحضيرية أم أن العناصر الوطنية ستتأثر من البرمجة المتذبذبة للمباريات الودية؟ بالتوفيق إذن لخضر الجزائر. إلى هنا مشاهدينا نأتي إلى ختام أوراق الرياضة لهذا المساء، شكرا لكم على طيب المتابعة، والعودة الآن إلى سيد أحمد. تفضل سيد أحمد. شكرا لك زميلي عبد العزيز بن سالم، أدعوك وأدعو المشاهدين لمتابعة هذا الموضوع الذي أعدته الزميلة سهام موسى رزوق حول القرية الأثرية خيران والمتواجدة بولاية خنشلا تحت عنوان تراث عريق وآثار شاهدة. كتل صخرية هي قرية عريقة ومبنية على ضفاف واد العرب، والبقعة الفلاحية نتاعها ما تسمى تروقت وشليح وتيزيرت وذراع خيران. هذه أماكن الفلاحية نتاع خيران. البناية نتاعها تتبنى بالحجرة والطين والخشب نتاع النخلة والخشب نتاع العرعار والخشب نتاع الصنوبر والخشب نتاع الصفصاف. وبين أطلال وأزقة قرية خيران الأثرية حقب يبحر فيها الزائر، حيث تعاقبت عليها عدة قبائل ومر بها رواد المقاومة الشعبية بمنطقتي خنشلة وبسكرة. حفيظي الغوثي من أقطاب الغوث قطب الغوث هو مسمى الشيخ عبد الحفيظ الونجلي، اللي راهو ساند ثورة الزعاتشة ودار جاهد مع ثورة الزعاتشة وهجم على فرنسا وكون الجيش منه من خيران والبراجة وبني ملول والعشاش، وهجم على مع الزعاتشة وقتل سان جيرمان تاع فرنسا، الجرينال سان جيرمان تاع فرنسا. قرية خيران الأثرية التي لا تزال تصارع الزمن هي منطقة جذب سياحي وإرث تاريخي حضاري، تنتظر أن يتم تصنيفها كمعلم وموروث حضاري وسياحي بولاية خنشلة. بهذه السفرية في خيران بولاية خنشلة نصل إلى ختام هذا العدد من برنامج الظاهرة، نلتقي غدا بحول الله نفس التوقيت وعلى نفس القناة. سلام. We'll be right back.